بحال اللي وعدناكم في البرنامج ديال الحماية الاجتماعية، وخصوصا الناس اللي جابوا المؤشر فوق 9.326، وخصوصا الناس اللي ما تيزاولوا حتى شي نشاط، وخصوصا الناس اللي ما تيزاولوا حتى شي نشاط، وكذلك كبار السن أولا مسنين، ونهضروا على الناس اللي تتجاوز الاعمار ديالهم 70 80 سنه، وكنطالبهم بانهم يدفعوا الاشتراك في الضمان الاجتماعي. فكيف يعقل بان الانسان اللي قلت الصحه ديالو فان تنطالبوا انه يخلص الاشتراك، وخصوصا كاين الناس اللي كبار السن وعندهم امراض مزمنه. فالمساله كنا نتقبلوها بالنسبه للشخص اللي هو صغير السن، يعني اقل من 60 سنه وبوحده جاء المؤشر طالع، فهذه المساله اللي هي تتكون عاديه. ولكن رغم ان الانسان تيكون او الشخص تيكون صغير السن وتيكون عنده مرض مزمن وتيكون ما تيزاول حتى شي نشاط وما تيكون ما فحالوش، فما نقيدوش حنايا بواحد العمليه حسابيه اللي كتجعلو انه يبدا يخلص الاشتراك هو ما عنده حتى شي حاجه. فكاين المسائل اللي خاصها تتخذ بعين الاعتبار. كاين بحال اللي قلنا الناس اللي قل من 60 سنه ولكن عندهم امراض مزمنه، كاين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، كاين الارامل، كاينين بحال اللي قلنا كبار السن والمسنين اللي في ظروف غير ملائمه، كاين اليتامى، كاين الناس اللي كيتكلفوا باليتامى كيتكلفوا بالناس المسنين، يعني تيتكفلوهم. فكيفاش غادي يديروا هاد الناس هادو باش يبداو يتوصلوا من المنح ديال هاد الاشخاص المسنين او لا اليتامى؟ فكاين بزاف ديال الحوايج اللي هي ربما شي شويه غامضه، وكنتمنى هاد المسائل تتخد بعين الاعتبار. وكذلك واحد المساله اللي هي مهمه وما تيشير لها حتى شي حد، الناس هادو الاشخاص اللي هما يعني اللي في الشوارع اللي ما عندهم حتى شي حاجه، اللي مساكن كيشمو سيليسيون كيتياكلو تيقتاتو من الازبال ديال ولا الشياطه ديال الناس، هاد المسائل خاصها تتخاد بالاعتبار. هاد الناس هادو كيفاش يمكننا نتعاملوا معاهم؟ كيفاش يمكننا حتى هما نضموهم وتا هما يبداو يستافدوا من هاد البرنامج هادو وهما عندهم الاولويه؟ هاد الناس اللي كينعسوا في الشوارع، هاد الاطفال، كاين اطفال، كاين مسنين، كاين الناس ما عندهمش الصحه، فبزاف ديال الحوايج. والمساله اللي ما كنبغيش نشير ليها هو هذا البرنامج هذا اللي الناس اللي جابوا قل من 9.326 فيهم اشخاص اللي هما قادرين على دفع الاشتراك، وانهم كيزاولوا المهن اللي هي غير منظمه، اللي هي ما داخلاش لا لا سين اس اس، تيخدموا راسهم ولكن ما مديكلاريين حتى شي حد، او لا تيكونوا خدامين في شي محلات و ما مديكلاريش. وحنا ما كنهضروش على هاد الناس هادو اللي تنقولوا تيكونوا في محلات او لا لي بوتيك ولا هادوك، لان الناس معروفين اللي صالير ديالهم ضعافين فيستاهلوا. تنهضروا على الناس اللي كيصوروا واحد 300 درهم في النهار، ولا تيصوروا اكثر من 300 500 درهم، او لا هاد الناس هادو كيفاش انهم كيصوروا واحد المبالغ اللي محترمه، الله يسهل عليهم والله يزيدهم، ولكن خصهم حتى هما يساهموا مع خوتهم المواطنين في الضمان الاجتماعي، باش هاد الناس اللي تنقولوا عليهم اللي هما مسنين حتى هما ما يبقاوش يخلصوا ويستافدوا، ولاكيس تكون عامره وكلشي يستافد. كنتمنى هاد الناس هادو ياخذوا الحق ديالهم من كل قلبي، لان شفنا بعض الاصلاحات اللي هي دارت، وكنتمنى تزاد المنصات دار فيهم شي تعديلات وشي خانات اللي ممكن انهم يديروا شي تعديلات اللي يجمعوا هاد الناس هادو اللي غير قادرين لا على دفع الاشتراك ولا غير قادرين ولا يزاولون اي نشاط. فاحنا كنتمنوا هاد الناس، هاد الفئه هادي واللي مرض واللي بزاف بزاف ديال الناس اللي بحال اللي قلنا عندهم يعني هشاشه، اللي هاد البرنامج وهاد الورش الملكي مديور ليهم، نتوقفوا عند هذا الحد هذا، وتحياتي إلى الفيديو القادم إن شاء الله.